Jaundice. Jaundice means increased level of total bilirubin more than the normal value. الجوندس معناها الصفر بالعربي نتيجة لوجود الـ yellowish discoloration في السكن والسكيلر بتاعت العين نتيجة لزيادة البيلوروبين. أي زيادة عن النورمال فاليو اللي هي من 2.8 ملي جرام على الدي سي لتر احنا بنسميها الجوندس أو اكترس اللي هو الاسم القديم بتاعها. الاثنين بمعناهم increase discoloration للسكن والميوكوس ميمبرين، وخاصة لما بيزيد الليفل عن 3 ملي جرام. هقدر اقسم الجوندس على حسب السبب او على حسب علاقتها بالليفر. اول نوع بسميه الهيموليتيك جوندس او بري هيباتيك جوندس. النوع الثاني بنسميه توكسيك او هيباتيك جوندس. النوع الثالث بنسميه اوبستراكتيف اور بوست هيباتيك جوندس. التسميه الاولانيه بتبقى تقسيم على حسب السبب هيموليتيك توكسيك او اوبستراكتيف. التسميه الثانيه بتبقى على حسب علاقتها بالليفر، يعني هل السبب في الليفر ولا لا. فبري هيباتيك جوندس بيبقى السبب في البلد قبل الليفر. الهيباتيك معناه ان الكوز نفسه داخل الليفر. البوست هيباتيك معناه ان السبب موجود في الباسوي بعد الليفر في البايل. يبقى دي الكلاسيفيكيشن ثلاث انواع بالشكل ده، وهندرس كل واحده بالتفصيل نعرف الاسباب بتاعتها وازاي نعمل ديفرنشال دايجنوستيك. اول نوع وهو الهيموليتيك جوندس او البري هيباتيك جوندس. الهيموليتيك جوندس بتحصل نتيجه للاكسسيف ديستراكشن للريد بلاد سيلز، اسمها كده نتيجه للهيموليسيس او الاكسسيف هيموليسيس للريد بلاد سيلز زي ما بيحصل في الهيموليتيك انيميا. تكسير الريد بلاد سيلز بيحصل نتيجه لمجموعه كبيره جدا من الاسباب، منها البلاد بارازايت بكتيريا زي حاله الكلستريديم هيموليتيكم، الفيروس زي الانفكشوس انيميا، بعض الكيميكال زي الفينوسايزين، الاوتو اميون ديزيزز زي الاوتو اميون هيموليتيك انيميا، الفولتي بلاد ترانسفيوجن، وده بيحصل لما بنعمل ترانسفيوجن وتكون البلاد جروب مختلفه، فده بيؤدي لتكسير كميه كبيره جدا من الريد بلاد سيلز. بعض الاسباب اللي احنا قلناها دي بتؤدي للاكسترا فاسكولار هيموليسيس وخاصه البلاد بارازايت بتخش جوه السيلز. بلاد برازايت بيبقى موجود انترا سيلولار في الاريثروسايت، عشان كده بيغير الشكل بتاعها وبيحصل لها فاجوسيتوزيس في الاكسترا فاسكولار روت اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده عن طريق الماكروفاج داخل السكين. بقيه الاسباب بتؤدي للانترا فاسكولار هيموليسيس، معناها ان الريد بلاد سيلز نتيجه للكيميكال او الفيروس او البكتيريا بتعمل انترا فاسكولار ديستركشن، معناها ان الريد بلاد سيلز بتتكسر مباشره داخل البلاد فيسل وبتطلع الفري هيموجلوبين. في الحالة دي الفري هيموجلوبين بايند مع الهابتوجلوبين، ده عبارة عن الفا جلوبولين بروديوسد من الليفر، وده عبارة عن كارير وظيفته ان هو بيشيل الفري هيموجلوبين عشان ما يعملش دامج للكدني وبينقله للهيباتوسايت بحيث ان هو يكمل كاتابوليزم بنفس الطريقة اللي احنا خدناها في الماكروفاج وبيطلع منه الانكونجوجيتد بيلروب. فسواء الديستراكشن بيحصل في الاكسترا فاسكولار روت او في الانترا فاسكولار روت، في النهايه الاكسسيف ديستراكشن بيطلع اكسسيف اماونت من الانكونجوجيتد بيلروبين، وبالتالي الاكسسيف اماونت اوف انكونجوجيتد بيلروبين بتوصل للليفر بالشكل ده. ده الانكونجوجيتد بيلروبين بايند مع الالبومين اللي هو الكارير بتاعه، وبعد كده بيجي على الهيباتوسايت. الكميه الكبيره اللي جايه للليفر، الليفر ما بتقدرش تاخد كل الاماونت اللي جايه للليفر، لان طبعا دي اكسسيف اماونت، عشان كده هي بتقدر تاخد اكبر كميه على حسب الكباسيتي بتاعتها، وبقيه الكميه من الانكونجوجيتد بتفضل موجوده في الدم، عشان كده الليفل اوف انكونجوجيتد بيلروبين بيزيد بشكل كبير جدا. هنا زي ما احنا شايفين في هنا سهمين اهو، نتيجه للاكسسيف اماونت من الانكونجوجيتد بيلروبين، نتيجه للاكسسيف ديستراكشن للريد بلاد سيلز. الليفر بتقدر تاخد على حسب الكباسيتي بتاعتها، بتاخد سهم واحد اهو من السهمين، وبالتالي يبقى الانكونجوجيتد بيلروبين بيزيد في الدم في البلازما بشكل كبير جدا. الليفر بتزيد الكباسيتي بتاعتها ولكن ما بتقدرش تاخد الكميه كلها، بتنزل الكونجوجيتد بيلروبين او بتعمل له اكسكريشن في البايل داكت، بينزل في سمول انتستين، بعد كده في اللارج انتستين بيحصل البكتيريا ريدكشن زي ما احنا قلنا، وبتدينا اكسسيف اماونت من الستيركوبايلينج اللي بتتحول للاكسس اماونت من الستيركوبايلين، وده زي ما قلنا لو هو في النورمال فاليو بيدينا البراونش كالوريشن، انما طالما في اكسس للاماونت ده بيدينا دارك
او بلاكيش كلريش، دارك او بلاك كلريش، نتيجه لان الكونجوجيتد بلوروبين تكون اكبر من الكميه الطبيعيه، وبالتالي بينزل في الانتستين بكميه كبيره، وعشان كده بيدينا الاكسس ستيركو بايلي. نفس الحكايه مع اليورو بايلونجين، برضو بيتكون بكميه كبيره، بيوصل للجنرال سيركوليشن وبينزل داخل اليورين برضو باكسس اماونت، عشان كده بيحصل زياده في اليورو بايلونجين في اليورين والستيركو بايلونجين في الستول. لما بنجمع كل اللابوراتوري فايندينج بيحصل انكريز في التوتال بيليروبين، والزياده هنا بتبقى مودريت انكريز. الاندايركت بيليروبين بيبقى فيه هاي انكريز، الدايركت بيليروبين بيبقى نورمال، لان زي ما قلنا الليفر سليم، فبالتالي بيقدر ياخد الانكونجوجيتد بيليروبين بيعمل كونجوجيشن وبينزله في البايل داكت، عشان كده ما بيرجعش البلاد، وعشان كده الليفل بتاعه بيبقى نورمال. انما الاندايركت بيليروبين ما بيقدرش يخش كله داخل الليفر، عشان كده الليفل بتاعه بيزيد بشكل كبير. الكتروس اندكس از هاي. الكتروس اندكس عباره عن مونيتور احنا بنستخدمه عشان نحدد كميه او درجه الاصفرار بتاعه البلازما. ممكن بنحددها مانوال، ان احنا بنعمل ستاندرد سوليوشن ديفرنت كونسنتريشن، وبقارن لون البلازما بالشارت وبنشوف درجه الاصفرار نفسه، او في بعض الاجهزه الاوتوميتد اللي هي بتحدد درجه الاصفرار وبالتالي بتحدد كميه البيلروبين الموجوده في البلازما. اليوروبايلينجين احنا قلنا هيزيد نتيجه لتكوين في الداخل الانتستين بكميه كبيره، عشان كده بينزل في اليورين بيبقى هاي انكريز. الستيركوبايلينجين في الستول برضو كمان وبتحول للستيركوبايلين وبيزيد بشكل كبير جدا، عشان كده قلنا بيبقى الستول دارك في الكلر. النوع الثاني وهو التوكسيك او الهيباتيك جوندس. التوكسيك جوندس اوكير ديو تو ديستراكشن اور انفلاميشن اوف هيباتوسايت، نتيجه لوجود الفيروس او الكيميكال او التوكسيك ماتيريال، عشان كده احنا سمينا النوع ده بنسميه توكسيك نتيجه للتوكسيسيتي اللي بتحصل داخل الهيباتوسايت، عشان كده احنا سميناها هيباتيك لان السبب نفسه داخل الهيباتوسايت. نتيجه للدستراكشن المفروض دي الهيباتوسايت الطبيعيه ودي البايل كانال كولاي اللي هي بتبقى ما بين الاثنين هيباتوسايت. قلنا الكونجوجيتد بلوروبين بيحصل له سيكريشن بعد ما بيحصل له كونجوجيشن عن طريق البايل كانال. اما بيحصل انفلاميشن داخل الهيباتوسايت بيحصل سويلنج للسيل، يبقى عندها الحجم الطبيعي، هنا بيحصل انلارجمنت للهيباتوسايت نتيجه للتوكسيستي والانفلاميشن، وبالتالي بتعمل كلوجر للبايل كانال نتيجه للكمبريشن. في الحاله دي عمليه الاكسكريشن بتبقى سلو، فكل الكونجوجيتد بيليروبين اللي كان المفروض يخش داخل البايل كانال كولاي بيحصل له ريجارجيتيشن. ريجارجيتيشن معناه ان هو طالما الطريق ده مسدود اللي هو بتاع البايل كانال كولاي، الكونجوجيتد بيليروبين بيروح للبلاد ساينوسايد منها للجنرال سيركيوليشن، عشان كده بيزيد الليفل اوف كونجوجيتد بيليروبين بشكل كبير جدا داخل البلاد. الحاجه الثانيه ان الديزيز هيباتوسايت النتيجه للانفلاميشن او التوكسيستي ما بتقدرش تعمل ابتيك للانكونجوجيتد بيليروبين اللي هو جاي لها من البلاد، بالرغم ان هو جاي في النورمال فاليو، ولكن الخلايا نتيجه لان هي ديزيز هيباتوسايت بتبقى انيبل تو تيك اب اول ذا انكونجوجيتد بيليروبين، عشان كده عمليه الابتيك بتبقى سلو وكمان عمليه الكونجوجيشن بتبقى سلو. في الحاله دي الانكونجوجيتد بيليروبين كمان بيزيد داخل البلاد مع الكونجوجيتد بيليروبين. ما بنيجي نشوف اللابوراتوري فاينلي توتال بيليروبين يحصل له سيفير انكريز. الكونجوجيتد بيليروبين بيبقى زايد حوالي 60% من التوتال، والانكونجوجيتد بيليروبين بيبقى زايد حوالي 40% من التوتال. الكتروس اندكس بيبقى فاريبل انكريز، ممكن تكون زياده متوسطه او زياده كبيره. بيحصل سلايت انكريز في اليورو بايلينجن. الزياده البسيطه في اليورو بايلينجن بتبقى نتيجه للديكريز الابتيك للليفر. المفروض اليورو بايلينجن بيطلع من الانتستين، جزء بيروح للليفر بتنزله تاني في الانتستين، والجزء الرئيسي بيروح كدني وبينزل في اليورين. هنا نتيجه لان الليفر بتبقى ديزيز فالابتيك بتاعها بيقل، وعشان كده كل اليورو بايلينجن بيروح للكدني وبينزل داخل اليورين، عشان كده بيزيد زياده بسيطه. اليورين بيليروبين از بوزيتيف. لما جينا اتكلمنا على البيليروبين قلنا ان عندي نوعين اللي هو الكونجوجيتد والانكونجوجيت، اللي بيدوب فيهم في الميه اللي هو الكونجوجيتد بيليروبين، عشان كده اي زياده في الكونجوجيتد بيليروبين على طول بتنزل داخل
اليورين بتدينا بيليروبين يوريا. فهنا اليورين بيليروبين بيبقى بوزيتيف نتيجه لزياده الكونجوجيتد في البلد، وده ما كانش موجود في الهيموليتيك جونز. الستور الستيركوبايلينجن، الستيركوبايلينجن اللي بيبقى موجود في اليورين بيبقى نورمال كلر، بيبقى طبيعي ما بيتغيرش بدرجه كبيره جدا، لان الكميه اللي نازله من الانتستين بتبقى كافيه انها تدينا نورمال فاليو نورمال كلر للستور. الحاجه المهمه هنا وهي انكريز الهيباتيك انزيم زي الجي بي تي، دول عباره عن هيباتيك انزيم بيزيدوا نتيجه للدستراكشن في الهيباتوسايت، دول هندرسهم بالتفصيل. النوع الثالث من الجوندس بنسميه البوست هيباتيك او اوبستراكتيف جوندس. في النوع ده من الجوندس بيحصل اوبستراكشن للبايل باسوي اللي احنا بنسميه الكوليستاسيس. كوليستاس معناه ان الباسوي نفسه ويف او حصل له اوبستراكشن، ففي الحاله دي عمليه مرور البايل للانتستين بيحصل لها ستوب. الكلوجر للبايل باسوي ممكن بيحصل داخل الليفر احنا بنسميه الانترا هيباتيك كوليستاسيس، او بيحصل خارج الليفر اللي احنا بنسميه اكسترا هيباتيك كوليستاسيس. بيحصل داخل الليفر نتيجه للكلوجر للبايل كانالي كولاي او الكوليكتنج داكت اللي بتبقى داخل الليفر نتيجه للبريشر، اي حاجه داخل الليفر بتؤدي للبريشر على القنوات ديت زي التيومر او السيروزيس او الانفلاميشن، بالتالي بتعمل كلوجر ليها وبتعمل كوليستاسيس واحنا بنسميه انترا هيباتيك كوليستاسيس. الاكسترا هيباتيك كوليستاسيس البريشر هنا بيحصل في البايل داكت الرئيسيه نتيجه لبريشر من الخارج من البنكرياس زي في حاله البنكرياتيك نيوبليجيا، او في حاله الكوليليسياسيس وجود الكريستال ستون داخل الجول بلادر، وده بيعمل اوبستراكشن للباسوي. فيا اما انترا هيباتيك او اكسترا هيباتيك، في الحالتين البايل باسوي بيحصل له ستوب، عشان كده احنا سميناه كوليستاسيس. نتيجه لعمليه الكوليستاسيس بنلاقي ان الباسوي بيحصل له ستوب، وبالتالي عمليه الاكسكريشن للكونجوجيت بيليروبين داخل البايل كانالي كولاي بتقف، عشان كده بيحصل ريجارجيتيشن لكل الكونجوجيت بيليروبين بيوصل للبلاد سينوسويد، عشان كده الليفل بتاعه بيزيد بشكل كبير جدا. كمان بعض الحاجات الاخرى زي البايل اسيد والكوليسترول اللي هي كان المفروض بيحصل لها اكسكريشن مع الكونجوجيتد بيليروبين داخل البايل، كمان بيحصل لها ريجارجيتيشن والليفل بتاعها بيزيد بشكل كبير جدا. الكوليسترول مع البايل اسيد والاثنين بيزيدوا في البلد، وده اللي بيأكد ان البايل باسوي بيبقى مقفول. زي ما احنا شايفين بيبقى الانكونجوجيتد بيليروبين جاي بالكميه الطبيعيه بتاعته، لان التكسير هنا مفيش اي مشكله، الليفر بتبقى سليمه عشان كده بتعمل كونجوجيشن للانكونجوجيتد بيليروبين بتحوله للكونجوجيتد، ولكن هنا بيبقى في اوبستراكشن للبايل باسوي. في الحاله دي الكونجوجيتد بيليروبين ما بينزلش الانتستين وبيحصل له ريجارجيتيشن زي ما قلنا ويرجع للبلد، عشان كده لما بيزيد الكونجوجيتد في البلد بينزل في اليورين ويدينا بوزيتيف رياكشن للبيليروبين، ولكن في الانتستين الكونجوجيتد بيليروبين ما بيوصلش الانتستين، وعشان كده الستيركوبايلينجين واليوروبايلينجين ما بيتكونش، عشان كده بنلاقي الستول بيبقى بيل في الكلر، احنا بنسميه كلي ستول نتيجه لان الكلر بيبقى فاتح جدا نتيجه لغياب الستيركوبايلينجين. كمان اليوروبايلينجين ما بيتكونش ما بيوصلش لليورين، عشان كده بيبقى اليوروبايلينجين داخل اليورين بيبقى نيجاتيف او ديكريز. ما بنشوف اللابوراتوري فايندينج بنلاقي التوتال بيليروبين بيبقى زايد بشكل كبير جدا، الدايركت بيليروبين بيبقى زايد بشكل كبير جدا طبعا لان حصل له ريجارجيتيشن، الانكونجوجيتد بيليروبين بيبقى نورمال لان بيجي بالكميات الطبيعيه والليفر سليم وبياخده وبيحوله للكونجوجيتد بيليروبين. الاكتراس اندكس بيبقى هاي، زياده كبيره في اللون الاصفر بتاع البلازما. اليورين يوروبايلينجين احنا قلنا بيبقى ابسنت لانه ما تكونش داخل الانتستين. البيليروبين بيبقى بوزيتيف وهي البايل اسيد، لان الاثنين اللي كان المفروض بينزلوا داخل اليورين بيزيدوا في البلد، عشان كده بينزل في اليورين ويدينا بوزيتيف رياكشن. الستيركوبايلينجين بيحصل له ديكريز او ابسنت، عشان كده الستول بيبقى كلي في الكلر. بيحصل انكريز لبعض الانزيم اللي احنا بنسميها الكوليستاتيك انزيم، دي انزيمات بتزيد في حاله الكوليستاسيس زي السيرم الكالاين فوسفاتيز بيزيد بشكل كبير جدا، بيحصل ماركت انكريز. كمان الجاما جلوتاميل ترانسفريز برضو ده عباره عن كوليستاتيك انزيم بيزيد في حاله الكوليستاسيس بيحصل له ماركت انكريز. كمان بيحصل زياده في الكوليسترول والبايل اسيد نتيجه للابستراكشن للبايل باسوي، عشان كده الكوليسترول بيزيد بشكل كبير جدا هو والبايل اسيد في البلازما.